كما أكد شكري أن مصر ستواصل عبر معبر كرم أبو سالم إرسال المساعدات الإنسانية نظرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، مشددا على ضرورة مواصلة إدخال المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني. قضايا المرتبطة بنفاذ المساعدات الإنسانية والإجراءات الضرورة اتخاذها، وأيضا مراعاة الأوضاع على الحدود المشتركة، وهذا يأتي في إطار طبيعي من التنسيق لمحاولة إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. معبر رفح تم إغلاقه نظرا لأنه أصبح مسرح عمليات عسكرية، تراشق فيما بين المحاربين، لم يكن من الملائم حفاظا على حياة سائقي الشاحنات وحياة العاملين في مجال الإنساني، أن يظل وسيلة لنفاذ المساعدات والعاملين في المجال الإنساني لما قد يتعرضون إليه من استهداف ومواجهة الأضرار المرتبطة بهذه الأعمال العسكرية. لكن في نفس الوقت نحن نحرص على توفير المساعدات، والآن من وسائل منفذ الإسرائيلي كرم أبو سالم، رغم أنه تكلفه كثير من الصعوبات، ومن هنا أهمية معبر رفح وأهمية إعادة تشغيله وأهمية أن لا يكون محل للصراع العسكري إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالأوضاع الإنسانية في غزة.